يعني تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ده، واحد خطف ابن اخوه. تعالوا نشوفها بقى. قولي لي بقى ايه الحكايه؟ انا عمي ابني خطف ابني مني، ليه؟ جوزي متوفي، خطفه مني، ما اعرفش هو خطفه ليه. هو عنده قد ايه الولد؟ وخطفه مني وعنده 4 اشهر حاليا كده، دلوقتي عندي ابني عنده 6 اشهر. خطفه ازاي؟ وانا في طنطا هناك في المدفن، وهو كلمني قال لي تعالي عشان اخد حاجتي والمتعلقات بتاعتي وكده. قلت له خلاص ماشي هاجي اخدها. وبالمره كان عايزين يشوف الواد، راح جه مسلط عليا ناس وخطف مني الواد بالعافيه طبعا، بالضرب وبالاهانه وباخر قله ادب. ورحت قسم تاني في طنطا عشان اعمل محضر، اقول مثلا ان ابني اتخطف، الحكومه تساعدني اي حاجه. فين بلغتي؟ فين في قسم تاني؟ انا عامله في عامله شكاوي معايا هنا. هو بلغتي فين يا عامله محضر؟ اه بلغتي فين؟ انا لما عملت المحضر المحامي عمله لي في نيابه طنطا، لكن الاسم ما رضيش يعمل لي اي حاجه خالص، ولا محضر ولا اي حاجه. ليه؟ ما اعرفش، لان انا كل خطوه عملتها في الاسم وانا جوه الاسم لقيت عم ابني اللي واخد ابني بيتصل عليا بيقول لي انت بتعملي 1 2 3. اتصل عليا راح قال لي اطلعي بره الاسم بدل ما اجي اعمل وصايه فيكي، وانا معايا والدتي ست كبيره، ما ينفعش ان انا اخلي والدتي تتبهدل. طب قولي لي وخطفوا ليه؟ عشان ورث، وعايزني اقعد معاهم هناك في طنطا في الشقه اللي هو موجود فيها، وما ينفعش ان انا افضل قاعده معاه. تقعدي معاه ايه؟ تتجوزيه يعني؟ ما هو متجوز معايا ليه؟ ايوه عايز يتجوزك؟ ما اعرفش يعني، هو بهدلني يعني. بصي حضرتك، ما اعرفش يعني طلب يتجوزك ولا لا؟ هم ناس يعني قرايبهم كلهم هناك قالوا لي ان هو عايز يتجوزك. قلت لهم انا مش هرضى، انا لو ابني هيخلي ان عمه يلوي دراعي خلاص انا مش هرضى، انا هعرف اجيب ابني عن طريق المحاكم. لا يعني هو عايزه عشان ايه؟ عشان ما يترباش بعيد. هو عايزك تقعدي معاهم بالولد عشان انت لوحدك. ما بس انا ليا اهلي، المفروض ان اي واحده بيت اهلها اولى بيها، ما ينفعش ان انا اقعد معاه. خطف الولد وهو شهور وما رجعه لكيش؟ لا خطف، ولا اعرف ابني كان عايش ولا ميت ولا. يعني ليه انت مش عارفه مساكنين فين؟ لا انا عارفه مساكنين فين، ساكنين في طنطا. بس المكان اللي هو بيبقى فيه ما بيبقاش موجود فيه، يعني الحكومه نزلت له من قيمه 2 اسبوع جاله ضبط واحضار، اختفى من المكان اللي هو فيه. وبعدين عشان انا اروح اشوف ابني. طب الحكومه تعاونت معاكي اهي ده بعد ايه؟ بعد ما عملت شكاوى في الاسم. يعني اصلا انا عامله شكاوى في اسم تاني ان هم ما حدش استعنى بيا، يعني ما حدش رضي يعمل لي محضر اساسا. واقرب حاجه قالوا لي هو مش جوزك سايب لك ميكروباصين؟ قلت لهم ميكروباصين ايه اللي جوزي سايبهم؟ انا جايه اعمل محضر ليه؟ ابني متاخد مني تقول لي ميكروباصين؟ وهو ما فيش حاجه يعني، ما فيش اي حاجه خالص، ومش عايز يديني. يعني ايه سايب لك ميكروباصين؟ يعني بيقول لي هو مش سايب لك ميكروباصين، يعني انا جوزي مثلا سايب لي ميكروباصين، فايه اكتفي بالميكروباصين وبلاش ابنك يعني. تقريبا. فانا خدت منهم الكلام ونزلت، ماليش حد في طنطا ان انا اتكلم معاه خلاص. انا شايفه ان الحكومه كده مش عارفه تجيب لي حقي. انت عارفه بيته ولا لا؟ طب وما نزلوا يجيبوه ما لقوهوش؟ نزلوا يجيبوه ما لقوهوش. سايب بيته يعني هربان؟ واخد عيلته كلها ومشي؟ هو سايب بيته وهربان. لا هو يعني ما فيش الا في البيت، هو حاليا البيت بتاعهم بس، اخوه قاعد في الشقه اللي فوق واخوه قاعد في الشقه اللي تحت، بس دول ولا بيحلوا ولا بيربطوا في اي حاجه. بس ممكن يقولوا هو فين؟ مش عايزين يقولوا. كانت الحكومه عرفت هو فين؟ لا المفروض الحكومه تعرف هو فين. مش عايزين يقولوا هو فين. طنطا فين طيب؟ في شارع القشطي. شارع ايه؟ شارع القشطي. انت جوزك توفى ليه؟ هو جوزي تاجر سلاح. تاجر سلاح؟ هما تجار سلاح؟ هما تجار سلاح، هو بس جوزي اللي كان تاجر سلاح، بس طبعا عشان خاطر الورث والحاجات دي كلها يعني هو ده السبب في اللي انا فيه. تاجر سلاح يعني ايه؟ فاتح محل اسلحة؟ لا حضرتك مش فاتح محل اسلحة، هو شغال في السلاح. شغال في حاجة مش قانونية. سجنوا بس قبل ده؟ طبعا انا ما كنتش اعرف بيه اصلا قبل الجواز خالص. انا كل في حاجات كتيره اتفاجئت بيها بعد الجواز ان هو تاجر سلاح، بس هو عنده معرض في شارع الخان كبير. ومات ازاي؟ وهو بينظف السلاح بتاعه مات. طلقه طلعت فين؟ لقاء لله. طيب هنشوف الموضوع ده ونكلم.
مش عارفة انا الرجالة اللي هي بتدي لنفسها الحق انها تاخد ولاد لمجرد ان هما مثلا عم او خال او من الام، ومعتبرين ده كده ان هما بيلموا لحمهم. لا، انت اكبر جريمة بتعملها في الحياة انك تاخد طفل من امه، ملكش حق ولا قانون ولا شرع ولا اي حاجة بتقول كده. وبعدين يعني ايه اخد بيبي او طفل عنده 6 شهور من حضن امه؟ ده انت بتطلعه معقد، وبتطلعه محتاج حنان، وبتطلعه مش هيطلع فاهم حاجة، هيبقى مشتت هو مع مين ولا فين، ومين امه ومين ابوه وايه عيلته. وبعدين يعني حاجة صعبة قوي قوي، هات لنا صورة صعبة قوي. يعني ازاي يعني ازاي في هذا السن حد ياخده من امه؟ يعني ده يا مؤمن، لما الواحدة بتتسجن بيفضل معاها ابنها مثلا سنة عشان ما ينفعش يتاخد منها، وبيفضل معاها في السجن ساعات كتير قوي. يطلع لك بتقليها يقول لك اصل مشيها بطال، اصلها هتتجوز واحد تاني، اصلها مش عارفه ايه، اصلها ايه. بكل الظروف اللي انت بتطلعها عليها دي، في الاخر هي هتبقى احن واحده على ابنها، وهي هتبقى احسن واحده بتعامل ابنها. انا نفسي بس الناس وهي بتتصرف تتقي الله. يعني نفسي ان وانت بتعمل حاجه تبقى شويه 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 بتفكر في ربنا، هل اللي انت بتعمله ده شرعا صح؟ هل اللي انت بتعمله ده فيه رحمة؟ هل انت بتعمله ده ربنا ممكن يقعده لك في اعز ما تملك؟ لان فكرة ان 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 ان, إن حد دمه يتحرق او ضناك يتاخد منك وانت يبقى قلبك محروق عليه، ده دي حاجة قاسية جدا جدا. انت اصلك ما بتاخدش منها فلوس ولا فدان ارض ولا غوشتين ولا حلقين، انت بتاخد منها ابنها. يعني في كل الجرائم دي بقول، هو انا مثلا قاعده اتريق على الناس ان هما بيقتلوا كده، ممكن اقتل في يوم من الايام لو حد خد مني ولادي؟ اقتله. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتجيش على بالي. لو حد خد مني عيالي او جه جنب عيالي هقتله. انا فاكرة ان من كام شهر كده كلمني السواق في التليفون وقال لي انا اتخانقت في الشارع، و كان لازم امشي من ساعتها. هو مشي دلوقتي بس انا مش عارفه مشيتوش ليه. واتخانقت، نزل مجموعه شبان وبتاع فاتخانقوا معايا، فابن حضرتك نزل يحوش فضربوه، وانا ابني مسالم جدا جاي بقى رقبته دي متخربشه ومش عارفه ايه، وكان معاه صحابه في العربيه، وانا ابني من النوع اللي عنده كرامه قوي وعزه نفس قوي، فجاي متضايق ان 4 5 اتلموا عليه ضربوه، واصحابه كانوا معاه وهو معرفش يعمل حاجه. فهو مش متضايق من خرابيش والضرب على قد ما هو حاسس ان هو اتهان. لو اقول لكم انا كان احساسي ايه ساعتها، يعني لو انا اعطر في العيال دي دلوقتي، يعني يا ريت لو حد فيكم بيتفرج عليا كده اقابله. كان قدام داون تاون في التجمع الخامس، ممكن ساعتها لو انا اللي معاه في العربيه وشفت حد ماسك ابني، انا ما اعرفش انا هعمل ايه. ما اعرفش، انا بقول الحقيقه على فكره، مش بحرض يعني على ان حقيقه حد يعمل، بس بقول لكم الحقيقه. ما اعرفش، ممكن الاقي اي حاجه قدامي ايه اموت بيها لو حد لمس ابني. فما بالك ياخد منك ابنك.
لازم يبقى في القانون حاجات تتعاقب على الموضوع ده جامد جدا جدا، لان كمان بيضيعوا مستقبل طفل. زي ما بقول لكم بيبقى في مبررات ساعات للقتل، بس انا مش بقول لكم اقتلوا، انا قصدي اقول ان ساعات ممكن الواحد يخرج عن شعوره، طبعا غلط.